السلام عليكم حبيباتي المشتركات الاوفياء. اليوم جيتكم بوصفه هايله بزاف. هذه الوصفه خاصه بشهر رمضان ان شاء الله. ان شاء الله تصوموا بالف صحه، ان شاء الله ان شاء الله توصلوا ليه كامل، وان شاء الله تكونوا كامل بالف صحه وعافيه. هذه الوصفه خاصه يعني كما قلت لكم بشهر رمضان، اللي هي الخبز السائل. كما تعرفوا الخبز السائل يجي حلو ويجي بنين بزاف. هذا الخبز هايل بزاف، يجي مشهد من الداخل، اللي يجي روعه. ولكن يعني قبل ما نبداو في الوصفه تاعنا، نتمنى كل واحده دخلت ولا واحد دخل عندي جديد للقناه ان يشترك في القناه، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد تاع القناه ان شاء الله. نبدا في المكونات مع طريقه التحضير. اول حاجه راح نحتاج كاس تاع 300 ملل باش نعبروا به. اول مكون اللي هو الحليب الدافئ، نحتاجو كاس واحد من الحليب الدافئ تاع كاس تاع 300 ملل. ثم راح نضيفو ملعقة واحدة خميرة خبز، ملعقة تاع أكل تاع خميرة خبز تكون يعني مملوءة كما راكم تشوفو. ثم راح نضيف لها السانوج مع الحبة الطيبة، يعني الحبة السوداء مع الحبة الطيبة كما راكم تشوفو، يجو في هاد العلبة يعني قيس مغرف تاع أكل. هكذا راح نفرغ كامل الكيس، هذا يجي مختلط ويجي روعة في الخبز تاعنا، يعطي واحد الكوش باب بزاف، خاصة في الخبز هذا الحلو السائل. مليح له من هذه النوعية، يعني الحب السوداء مع الحب الطيبة. ثم راح نضيف لهم بياض بيضة، ونحتفظ بالصفار، راح نحتاجوه من بعد نديروه فوق الخبز تاعنا. ندير بياض بيضة واحدة فقط، والصفار راح نحتاجوه كما قلت لكم، يعني احتفظوا به هكذا، لازم نحتفظوا بهذا الصفار. ثم راح نضيف ملعقتين من السكر المولبر، ولا يعني اللي ما تحبش الخبز تاعها حلو بزاف ضيف غير ملعقه واحده، واللي تحب الخبز يكون يعني حلو دير ملعقتين من السكر المبلور. بعد ما نخلطوا هاد المكونات يعني ندخلوا مليح هاد الخماره والحبه الطيبه في الحليب الدافئ، يعني باش المفعول تاع الخماره كيكون حليب دافئ، راح طلعنا بالخف الكسره تاعنا. هذا الخبز السائل يجي شباب بزاف، يعني البنات يعني ننصحكم تجربوه، يجي هايل. ثم نضيفوا السكر تاعنا كما قلت لكم، يعني ملعقتين، انا راح نضيف ملعقتين، وانتم يعني سكر اختياري الكميه، تبغوا ملعقه تبغوا ملعقتين. ثم راح نضيف ملعقه خل باش الخبز تاعنا يجي مشهد. بالنسبه للخل كذلك هنا اختياري، تقدروا ديروا ما زهر ولا ديروا الخل. ثم راح نضيف لهم ربع كاس تاع الزيت، يعني قيس جوج مغارف كبار تاع الزيت، مغارف تاع اكل. نخلط جميع المكونات كما راكم تشوفوا، يعني لازم نخلط هذه المكونات جيدا. من بعد نضيفو كاسين من الفارينة تكون مغربله، راح نضيف الكاس الاول ونخلط جيدا. هاد الخبز راح يجي سائل، ما راحش يجي يعني ناشف كيما الخبز اللي نديروه في الدار، يعني الخبز تاع الدار اللي نديروه دائما. هذا الخبز راح يجي سائل، هذا الخبز يعني مشهور بزاف عند القبائل والشاويه والقسنطينيين، يديروا بزاف هذا الخبز. هذا يعني يجي شباب بزاف، اللي ماش مجرباتو يعني نصحها غير تجربه، يجي هايل. نخلط الكاس الاول، ثم نضيف الكاس الثاني. قبل ما نزيد الكاس الثاني راح نزيدو القليل من الملح، يعني عبر ملعقة صغيرة تاع سكر. هذه هي يعني انا عينك ميزانك درت غير باليد تاعي، ثم ديروا ملعقة صغيرة تاع ملح، ان الكمية هذه راهي قليلة. ثم نضيف عليها الكاس الثاني تاع الفارينة. الملح ما نسيباروه على الخمارة عفوا، يعني نديرو الخمارة في الاول حتى نديرو الفارينة باش نديرو الملح. نضيف الكاس الثاني تاع الفارينة ونخلط جيدا. هنا بالنسبة لهذا الخبز لازم نضربوه مليح، نضربوه لمدة 5 دقائق وحنا نضربوه فيه بالملعقة الخشبية فقط. هكذا راح يجي شباب بزاف، لازم نضربوه مليح البنات بالملعقة الخشبية فقط هكذا. بعد ما ضربنا الخبز تاعنا يعني جيدا، شوف كيفاش يولي على شكل سائل الخبز، هذا ماهوش يعني ناشف، شوفوا كيفاش يولي
سائل جدا. راح نجيب يعني البلاستيك هذا تاع الطهي وندير نغطي به الصحن تاعي ونخليها لمده ربع ساعه حتى يتضاعف الحجم تاعها تاع الخبز تاعنا. بعد ما تضاعف الحجم تاعنا تاع الخبز شوفوا كيفاش ولا. انا راح نعاود نضربه مليح ونهبطه هكذا بهذا الشكل هكذا بهذه الطريقه. لازم نضربوه جيدا بعد ما يعني يريح مده ربع ساعه. ونجيبو السنيوه تاعنا تكون يعني 30 سنتيمتر. هذا القطر تاع السني 30 سنتيمتر. نديرو فيه قليل من الزيت. واللي تحب دير فارينه يعني الفارينه تجي كذلك مليحه. انا نحب يعني الخبز تاع الزيت. واللي تحب ما تحبش الخبز تاع الزيت دير الفارينه من تحت. ونفرغوا هذا الخبز تاعنا والعجينه تاعنا في البلا تاعنا. ونفرغوا العجينه تاعنا في السنيوه. من بعد نخبزوها جيدا بهذا الشكل. ديروا القليل من الزيت في اليد تاعنا في اليد باش ما يلصقش هذاك الخبز في يدك باش تقدري تخبزيه وتتحكمي فيه جيدا هكذا. خبزوه يعني بالزيت ويعني يكون في نفس المستوى الخبز تاعنا هذا الشكل هكذا يعني ديروه في نفس المستوى. من بعد نغطوا الخبز تاعنا ونخلوه حتى يضعف الحجم تاعه. نرجع لكم من بعد. بعد ما طلع الخبز تاعنا نجيبو هذاك الصفار تاع البيض ونديروه فوق الخبز هذا كما راكم تشوفوا هكذا يعني نطلوه كامل بالصفار تاع البيض. انا نزلت له شويه قهوه كحله الصفار ودرتها من فوق الخبز هكذا كما راكم تشوفوا. انا راح نديره في الكوشه يعني راح نديروه نديرو له القليل فقط من الحبه الطيبه مع الساندويتش من فوق فوق البيض اللي درناه. ونديروه في الكوشه تاعنا تكون على 180 درجه يعني لازم نسخنوها قبل ما نديرو الخبز تاعنا. ونديروه على 180 درجه يعني مده نصف ساعه ونزعوا الخبز تاعنا. انا راح ندير الخبز تاعي ونرجع لكم. بعد ما طاب الخبز تاعي شوفوا كيفاش جاي يعني هذا الخبز يجي ما شاء الله يجي حمر ومدمر يعني يجي هايل بزاف بزاف. هذا الخبز خاصه في شهر رمضان الناس تحب حاجه خفيفه ما يبغوش يعني الخبز هذاك الثقيل وكامل. كما قلت لكم هذا الخبز حنا نسحروا به يعني يجي هايل بزاف في السحور قهوه حليب. وهذا الخبز ما شاء الله راح تسحروا يعني بها. راح نقسم لكم يعني قطعه تشوفوا الخبز هذاك كيفاش جا من الداخل. يعني لازم تقطعوه شوي حامي. انا باش نوريكم راني نقطع فيه هو سخون خلوه حتى يبرد وقطعوه هكذا. يعني كي تقطعوه هو حامي راح يتعجن ولكن انا راح نقطعه لكم باش تشوفوا الخبز كيفاش جا داير من الداخل. انا فت لكم هذه القطعه شوفوا كيفاش جا راح سخون راح حامي بزاف. الخبز تاعي جا ما شاء الله يعني هذا هو الخبز يجي مشهد من الداخل يجي هايل يجي هايل. نتمنى انكم غير تجربوه شوف كيفاش يجي خفيف ويجي مشهد يعني يجي مثقب من الداخل. كما قلت لكم اللي ما تحبش الزيت تحت في البلاط دير الفارينه عادي شوف كيفاش يجي ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم. ما تنساوش تخلوا لنا لايك للفيديو وما تنساوش يعني توصلوا لنا 1000 جيم ولا 10000 جيم ان شاء الله يعني في هذا الفيديو تاع الخبز تاع رمضان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.